بوست تروماتيك سيجرز. اهلا بيك اهلا بيك يا حبيب قلبي. بوست تروماتيك سيجرز، السيجرز اللي احنا بنشوفها بقى دي اكتر سيجرز احنا بنشوفها، اللي هي بعد الهيماتوما، بعد الكونتيوجن، بعد العمليات. اما العمليات تعتبر تروما. البوست تروماتيك سيجرز ار اوفن ديفايدد انتو ايرلي، اللي هي بتحصل خلال اسبوع من التروما، اند ليت، اللي هي بعد اسبوع. There may be justification for a third category اللي هو immediate، اللي هو اول ما فتحت او اول ما حصلت التروما او اول ما انت فتح عملت كونتاكت مع المخ في العمليه ولا حاجه. ده يعني يقول لك immediate و early و late. طيب طبعا ال incidence of trauma او post traumatic sorry ال incidence of post traumatic seizures is higher with penetrating head injuries than with closed head injuries. يعني انت لو طبعا السيرجري نفسها تعتبر penetrating، انت داخل بقى بمشرط، داخل بايبولر، داخل بشفاط، داخل باي حاجه على البرين، ده penetrating injury. غير طبعا برضو واحد compound depressed والايه والعظمه دخلت جوه، واحد واخد طاقه في دماغه، اي حاجه penetrating head injury بيبقى الريت اوف post traumatic seizures اكتر من الclosed head injury. هو مثلا عنده contusion او كده، طبعا شيء منطقي يعني. ما علينا. طيب ايه اللي يخلي في ريسك عالي لبوست تروماتيك سيجر؟ يعني عيان جاي لك في الحوادث، طبعا انا مش هتكلم ان عيان عمل عمليه وفتحنا له مخه ده عنده ريسك سيجر، ده عيب ان انا اقول الكلمه دي طبعا، عشان احنا عارفين ان اي حاله كرنيوتومي ده عيان ده يعني عرضه لسيجرز من غير كلام، الصمام عرضه لسيجرز من غير كلام. فده يعني حتى بندي يعني مش الصمام، يعني عموما حالات الكرنيوتومي والبرين تيومرز عموما يعني بنحب ندي بروفلاكتيك انتي ابلاتيك، ده شيء طبيعي وده واحده من ضمن العلاجات اللي بتتكتب جوه الجراحه وبوست اوبراتيف، ان الناس تدي انتي ابيليتكس، ده انا مش هتكلم فيها يعني. انا بتكلم عن حالات الحوادث بقى اللي هي الهيد تروما. انت قول ان العيان ده ريسكي، ها، ان هو يجيله فيتس، وان انا افضل ان انا اديله انتي ابيليتكس، افضل ان انا اديله انتي ابيليتكس. طيب اولا عيان عنده اكيوت سب ديورال اكسترا ديورال وانترا سيريبرال هيماتوما، وجود نزيف عموما في المخ ده بيزود الريسك اوف سيجرز. طيب الصب ديورال اكتر ولا الاكسترا ديورال اكتر؟ منطقي الصب ديورال اكتر. ليه؟ لان الصب ديورال الهيماتوما ان دايركت كونتاكت مع السيريبرال كورتكس. الاكسترا ديورال الريت اقل شويه لان هو البلاد فوق الديورال، لسه في ديوره ما بين البلاد والايه والكورتكس. ولكن الاكسترا ديورال الكبيره هتعمل كومبريشن، والكومبريشن ده ممكن برضو يقلست في الفيتس. طبعا انترا سيريبرال هو من غير كلام ده حاجه بتنديوس الفيتس، بس برضو كل ما يكون الهيماتوما كورتيكال ناحيه السيرفس كل ما يكون الريسك اوف سيجرز اكتر. عكس الديب هيماتوما، الهيماتوما عند الثالاموس مثلا، الريسك انها تنديوس سيجرز اقل من انها تكون كورتيكال. اوكي ده برضو كلام مهم. ايه تاني؟ اوبن ديبريست سكال فراكتشر، واحد عنده كومباوند ديبريست فراكتشر، ها، لما يكون الديبريست فراكتشر ده فيري ديب وداخل في عمق، ممكن يكون كمان خارم المخ وخارم الديوره، خارم الديوره وخارم المخ، طبعا ده ريسك اوف ابيليبسي عالي، مش منطقيه. ايه تاني؟ واحد جاله حادثه وجاله فيتس وهو قدامك كده، طبعا ده عرضه ان انت لما تيجي تحجزه تبقى عامل حسابك العند على فكره ده جاله فيتس بعد التروم، فهو ممكن يجيله فيتس تاني، هو عرضه ان يجيله فيتس تاني. عيان جالك مش فايق، حبيب قلبي ده ممكن يكون هو مش فايق بسبب الايه؟ ان جاله فيتس، ان هو بوست اكتف. فعيان الجلاسكو كوما سكور جالك في الحوادث وجلاسكو كوما سكور اقل من 10، ده يعتبر هاي ريسك ان يجيله سيجرز، او ممكن يكون هو اصلا في سيجر واخد بالك، او بوست اكتف ستيت. فلازم ان انت يعني انا هدفي من ان انا اقول الكلام ده ايه؟ ان دول لازم ان انت تديهم انتي ابيليبتكس. ايه تاني؟ وعنده بنتريتنج انجري. ايه تاني؟ الكحول ابيوز مش مشكله، او وجود الايه؟ الكونتيوجن، هيموراجيك كونتيوجن في LCT. يبقى إذن العيانين اللي جايين في الحوادث اللي عندهم intracerebral hematomas، اللي عندهم extradural subdural contusion compound depressed وداخل الجوة penetrating head injury الجلاسكو كوما سكور بتاعهم أقل من 10، أو اللي كانوا أصلا عندهم fits بعد التروما، دول high risk لازم ان انت تعاملهم بحذر شديد جدا، ولازم ان انت على قد ما تقدر تديهم ايه؟ prophylactic anti-epileptics. طيب next anti-epileptic drugs بتمنع seizures، فعلا يقول لك انها ممكن انها تقلل من حدوث الـ early post-traumatic seizures، early اللي هي ايه؟ اول اسبوع، لكنها لا تمنع حدوث الـ late post-traumatic seizures. طب يعني نعمل ايه يا عم؟ ها؟
هناخد ما ناخدش؟ ناخد طبعا، لازم ندي انتي ابيلبتيك دراجز. غالبا بنبدا مين؟ بنبدا حاجات زي ايه؟ الايبالوتين اللي عندنا، او الليفوتيراستام اللي هو الايه؟ التيراتام، او الكاربامازيبين اللي هو التجريتول. حاجه من الثلاثه دول ممكن ان احنا نبداهم في التروما. واحنا غالبا بندي الفينيتوين اللي هو الايه؟ الايبالوتين، بالذات عشان في اي بي فورمولا، علشان كمان لو العيان كان في الرعايه او كده، فبندي الايه؟ يا اما ايبالوتين او تيراتام او التجريتول خلال 24 ساعه من الانجري، واخد بالك لو كان عنده هاي ريسك كرايتيريا. طب هنفضل ماشيين عليه قد ايه؟ خد بالك من حاجه، يعني اتعلمنا قبل كده ان السيجرز العاديه اللي هي بقى اللي مش سبب تروما او كده، ده العيان بيفضل ماشي على الابيليبسي ده يفضل ماشي سنتين على الانتي ابيليبتيك دراج، سنتين ها، لحد ما يقعد سنتين ما بيجيلوش اتاكس، يبدا انه تعمل جراديوال ويدرول للدراجز بقى لحد ما تقف خالص. واخد بالك انت ازاي؟ لا، طب بوست تروماتيك يفضل ماشي على ايه؟ يعني انت اول ما جالك العيان رحت مديله ايه؟ كان عيان تروما، عيان مثلا عنده سبديورال، او عيان عنده برين كونتيوجن صغيره كده ها، فانت رحت حجزته وبتتابع الكونتيوجن بتاعته، ورحت ايه مديله انتي ابيليبتكس. ليه؟ انت خايف من البوست تروماتيك سيجرز، طبعا ده عنده هاي ريسك. طب هتفضل ماشي عليها قد ايه؟ ها، لو العيان ماشي كويس والكونتيجن كويسه والريزولف الدنيا حلوه، اسبوع اسبوعين ويوقف. لكن لو الكونتيجن كبيره والعيان قعد فتره عندك مش حلو، لا ممكن نفضل مكملين حتى لو هو روح وكان عنده قنبله كبيره او كونتيجن كبيره وكده، لا ممكن عند سنه عادي، 6 شهور سنه، واخد بالك؟ يبقى انت اللي بتوزنها، انت اللي بتوزن هيقعد قد ايه. يعني شايف ان الكونتيجن صغيره، او كان عنده ريم سبديورال صغيره هبله كده وهتريزولف لوحدها ها، فرحت انت مديله انتي ابيليبتكس، بعديها باسبوع اسبوعين روح موقفه عادي مش مشكله. لكن لو موضوع اكبر ممكن تخليه يقعد شهر شهرين 6 شهور سنه، انت اللي بتوزنها بالخبره وبالايه وبالحب كده بتظبط الدنيا. بس غالبا دول البوست تروماتيك سيجرز ما بنحتاجش ان احنا نفضل مديرهم انتي ابيليبتكس فتره طويله. اوكي okay.